اليوم غنحيدو هاد القرعه كامله حسبتها تولد ما والو، تدير لينا غير الاوساط واللوايه هادي غنحيدوها من هنايا، نخليو غير الاشياء المهمه باش نغرسو خوتي الفلفله. دابا ما شاء الله الفلفله عندها عامين، نديرو الحباق، نديرو اشياء مفيده اللي غنستافدو منها في الكوزينه، ومطيشه هانتوما مطيشه شراي بسطح ما شاء الله ما شاء الله هانتوما. واد اللي الحامضه هادي عندها اكثر من 5 سنين، تدير اللي حامض وما تيكملش تلقم، لكن ماشي وقت تلقم دابا، حتى هاد الشيء هذا تي هذاك كاين هنايا حشرات حافرة النفق نايرة، عرفتي ريحتها واعرة واعرة واعرة. هنا طبعا مطيشة، ها هي مطيشة هنايا فين مدرقة هانتوما، هادي لي سوغيز راه كنا معالينها من كانت مطيشة غالية، وعدنا هادي واشنطن، هادي حتى لقيناها كبرات لينا هنايا ما شاء الله، دايرين بيبينير في السطح. وأجمل حاجة في هاد السطح هذا هما هادو، هاد الفولات أخوتي هادو واعرين حلوين زوينين، هادو غير شي حبات رميتهم هنايا هما يعطيو حتى الضرة. هانتوما لي سوغيز السوريز ديالكم، كاين واحد كاين هنا واحد رزوزي، اي هي هي شوفوا هنا شنو مخشين، ها الفول ها الفول اخوتي راه حيادنا منه، حتى شدو ترميو هنايا في هاد المحيطات وتعطي. وهادو عندنا هادي قديمه هاد الالوفيرا غنعاودها حتى هي لونها بدا تيصفى، وهادي المخينزة، وهاد الوردة تا هي تتعطيها بكثرة تتحطي. هنا عندي الفلفلة السودانية حارة واحد المذاق ديالها واعر، هنا الطوماط هانتوما مطيشة ما شاء الله، والله إلا مين كان الوقت لي كانت غالية دايرة 300 400 كانت عندنا، عرفتي شحال حيدنا منها. هاهي هاهي ما شاء الله مطيشة هنايا راه لداخل، ممكن هاد القرعان حيدوها متدير والو، هاهي تدير غير هاد اللعيبة هادي صفرا شفتوها وتطيح ما تتولدش، أح حتى هي فيها الشوك. هادي هي الحديقة المعلقة التي أهتم بها في المنزل يعني في السطح، تنسميها الحديقة المعلقة. ودابا خوتي سالينا من الروتين ديال المزرعة ودابا غندوزو الروتين اللي درناه خوتي يوم عاشوراء، التقاليد المغربية التي لا تخفى عن أحد، ودائما تنوريكم غير الأخر يعني التبصيل كي كان وكي تنحطوه، وهذا هاد المرة جا كل شي مزروب يعني رغناها خوتي، كانت نايضة يوم عاشوراء. هنا جبنا الطباس الكبار باش نخلطو داكشي اللي شرينا، المهم اللي كان حاضر كاوكا واللوز الخضر والمقلي، وكذلك اكاجو الفستق البندق الحمص كاوكا البنان داك اللي مصايبينو قاصح حلو، وكذلك التين والكرموس والقرقع بقشور والقرقع اللي بلا قشور، المهم كلشي كلشي تشرينا اخوتي. كتشوفوا دابا العائله كلها حاضره، واللي غايب غياخد حقه غيوصلي حتى للدار. هنايا راه التخليطه كلشي تيخلط وتيرون، ماشي تيرون زعما راه تيدير شي حاجه خايبه، المهم باش ياكل حقهم كلشي خص ضروري التخليطه تكون هي هذيك. ما قدوناش الطباسل كبار، جبنا البانيو كبير ايوا هنايا باش نديرو المالح بوحدو الحلو بوحدو، وكذلك اخوتي راني صايبت الحلوة في الدار قريشلات على حقهم وطريقهم، ما تنصورش كل شيء ايوا راكم عارفين انايا مع اليوتيوب
ما بيني وبينه الا الخير والاحسان. في الاول كنت كل مره نحط فيديو، كل نهار فيديو، والنيت دابا مبقاش عندي الوقت اخوتي، عندي الوقت ضيق، وكذلك المشاهده غير مشجعه ابدا. تتشوف في المشاهده واصله ل 100، 150 دقائق هابطين، تتقولي تبقاي مشتركه، تثبتي الحضور ديالك بهاد الفيديوهات، رغم هاد الفيديوهات ما تيديروهمش اصحاب القنوات اللي عندهم مشاهده طالعه طالعه بزاف بزاف. هانتوما اخوتي، بالنسبه للاثمنه اخوتي، راه كانت الاثمنه مناسبه جدا، ما عدا الكوكب هو اللي طلع في الثمن ديالو، وصل 50 درهم. ما تبقى الاثمنه مناسبه، التمر 40 درهم، يعني مخفضينه، الشريحة 16 100، 80 درهم، عندك القرقاع 70 درهم، اللوز 80 درهم، الفستق يعني هذاك سميتو بيستاج داير 2800، يعني 140 درهم. يعني أثمنة هما هادوك الحمد لله. وكذلك هاد الحليوات هادو ما تتحملهمش واحد الاخت ديالي، داكشي علاش درناهم معزولين، قالت لكم ما تشاركوش. هذاك الحموريه تطلق في الفاكهه الاخرى، وعندها الحق. يعني هنا يا خوتي بدينا نقسمو، الخوت اللي حاضرين خدو حقهم، تنديرو القرعه، واحد تيغمض عينو والاخر تيقول ديال من هادي ديال من هادي، واللي ما كاينينش وصلوا حقو حتى لعندو. طبعا تنخليو واحد الحق للناس اللي تيجيو عندنا ضيوف، تنرحبو بهم وتنحطو ليهم، وكل شي كان غزال وزوين، وكل شي كان فرحان. من بعد هاد التفريقة اللي درنا، هزينا الطعيرجات والبنادر وطبلنا، هادشي ما صورتوش اخوتي. ايوا هادشي اللي كاين. كنتمنى لكم عاشوراء موفقة، وكل عام وانتم بصحة والسلامة وبزيادة الرزق والتيسير وبالنجاح والتوفيق السنة القادمة إن شاء الله لأبناء ديالكم، واللي عنده شي باب الله يفتحوا ليه يا ربي. وهذا مكان أخوتي، عشرة غزالة وزوينة، بعدك تتحسي بواحد الحاجة درتيها، نشطتي فيها، فرحتي راسك، ودي الحلوة اللي درتها غير بالحليب، وطلعت واعرة واعرة ان شاء الله. الا كان عندي الوقت وهذا نشارك معكم هاد القريشلات، وهادو هما كواليس يوم عاشوراء. وخليكم معنا في هاد الاغاني الشعبيه اللي تتغنى في عاشوراء.
هكا كانت الوزيعة ديال الفاكهة، فرقناها في نزاهة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله. ما تنسوناش باللايكات وبالاشتراك. إلى اللقاء.